الكلمة الآن لمعالي السيدة منيا بوستة كاتبة الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المملكة المغربية، فتفضل معاليها. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رئيس الجلسة، معالي السيد الأمين العام، أصحاب المعالي، أيها الحضور الكريم، إن اجتماعنا هذا يلتئم غدا التطورات الوخيمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء وآلاف الجرحى في قطاع غزة. إن لمناسبة أليمة تجدد فيها المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا خالص التعازي، وأسمع عبارات المواساة للشعب الفلسطيني قاطبة ولعائلات وذوي الشهداء الأبرار الذين قضوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الاحتجاجات التي نظمت على حدود قطاع غزة تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. ونوجه اليوم من خلال هذا المنبر نداء مسموعا إلى أشقائنا في فلسطين قيادة وشعبا أننا سنظل إلى جانبهم، نشاركهم وندعم تطلعاتهم نحو الحرية والسلام والتعايش بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإصرار على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إن القضية الفلسطينية قضية جميع المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، وعنوانا بارزا في العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس مجلس القدس. ومن هذا المنطلق وجه جلالته رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس بداية هذا الأسبوع، عبر له فيها عن كامل تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب الفلسطيني الصامت في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيته العادلة، ووقوفها الثابت إلى جانبه في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الاستقلال والحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس الشرقية. إن التطورات المأساوية لحادث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي سبق التحذير من عواقبه الخطيرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط وسلامة وأمن مواطنيها، تدعون أكثر من أي وقت مضى إلى مواصلة مساعينا الدبلوماسية الرصينة مع الشركاء الدوليين والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي والشعوب المحبة للسلام، وذلك بكل حكمة وتبصر وواقعية. هدفنا السعي الحثيث إلى إعادة الأوضاع إلى جادة الصواب، منفتحين على جميع الخيارات المشروعة المتاحة لدينا في المؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية، وذلك لإثبات الحق واسترجاعه، متطلعين إلى جني مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية ودعم انضمامها إلى المنظمات والمعاهدات الدولية. نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يرحم الشهداء الفلسطينيين الأبرار، وأن يسعد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، وأن يعم السلم والأمن على كافة الأمة العربية. إنه سميع الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.